لك محمود حاج تحوس كرمال الله، شبك من الصبح عم تمشي من هون لهون؟ لك والله انحولت تقعد شوي. لك بدل ما تطلع فيني وتنحول مثل الاهبل فكر معي شوي. ماشي اخي موافق، بشو بدي فكر؟ ليش انا بعرف شو اللي مضايقك. ايه معك حق، اذا بالاساس ما في مخ هون كيف بدك تفهم؟ صاير ما عم بفهمك بنوبها. وضعنا ممتاز وعين الله علينا والف الحمد لله، الاكل والشرب موجودين، بقى شو اللي مضايقك؟ ليك فيصل، كم مره قلت لك فتح مخك ولا تفكر بهالشغلات التافهه بنوب؟ لك كبره لعقلك كبره. لك شي مره افهم علي من دون ما احكي، مشان الله بس افهم علي. شو هالاجدب يا ربي. ايه مرحبا محمود بيك، كيفك؟ تركك مني هلا، شو صار معك؟ انا هلا رايحه على الشركه ودقيت لك لحتى تعرف بكل خطوه. ايه بسرعه تاخرتي كتير، يلا بلا ما اشغلك اكتر من هيك، اذا صار معك شي خبريني فورا ماشي؟ ايه الله يقويكي. بخاطرك. محمود؟ ايه منى حلوه كتير ما هيك؟ لك انا شو بدي فيها اذا حلوه ولا لا؟ انا ما بيهمني غير شغله، عم تفهم؟ يعني اذا ما فهمت رح اكتب لك اياها على ورقه وتقراها. فهمت خلص اهدى. شو هالمخ؟ محمود بتعرف بشو عم فكر؟ ايه بعرف. يعني بشو عم تفكر؟ ولا شي. اتمالس لقلك اتمالس، انا لقيت لك طريقة لترجع حبيبة قلبك وانت عم تتمالس علي. لك شو بدي اقول، ما كنت بدي اسألك شو الطريقة، بس لما القصة بتتعلق برفيف ما بستحمل. شو هالطريقة الفظيعة؟ هات لشوف. تخيل شوي انت وعم تقرأ جريدة اليوم شفت صورة واحد زلمة مع وحدة ست وهو عم يبوسها او حاضنها وماسك لايدها، وهالست هي رفيف، شو بتعمل؟ لك بطلع بروحك ولك؟ لك كم مره قلت لك لا تجيب سيرتها بالعاطل، والله لموتك. ما عم بقدر اتنفس محمود، النفس اللي عم تاخده حرام يا حقير. لك خليني كمل حكي بالاول. سد بوزك ولك سده، طلع لبرا، نقلع، ما بدي اشوف خلقتك، ما لك فايده بالشي. قال حاضنها ولك شو شايفني ولك؟ نعنوع مثلك؟ لك باخذ هالمجله وبحرق فيها اسطنبول وبحرق العالم اللي نشروهم كمان. الو مين معي؟ الو لك شو صايبك الطرش؟ الو هاد رقمه لمحمود بيك ما هيك؟ ايه مين انتي؟ ديما يوروقان. اوه ديما خانم، خير ان شاء الله. في موضوع مهم كتير ولازم احكي فيه معك. ايه احكي، عم بسمعك. عالتليفون ما بيمشي الحال ابدا، شوفك ومنحكي. بخص رفيف. شوفي لا تكونوا ساويتوا له شي. لا تاكل هم، رفيف منيحة الحمد لله. طالما بخصوص رفيف بشوفك، هلا ببعث لك العنوان بمسج. تمام يلا بعته. ماشي لا تخافي. اكيد في لمصلحة، بس يلا